اهلا البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ انا يلاه جيت، عرفتي جيت عيانه بزاف بزاف. عيطوا عليا قالوا لي صراحه عافاك، ديري لنا واحد الرومبلاسمون ديال واحد السيده مريضه ما قادرش تجي لاكلينيك. قلت لها مرحبا والف مرحبا تمارة، ما نعاودش ليكم، راه حنايا صايمين. وانا كيما مكتوب العنوان، انا وصوفيا كاتبه، انا وصوفيا مقرب لينا، شبعت فيا تبان بكل خير. وانا انا وصوفيا هضرنا، صوفيا طالوني انا وياها هضرنا وتكلمنا، وغادي تقابلني بقات لي سيمانه في الاسبان، قابلني طريفه تري جونتي، انسانه روعه اللي كنت من قبل درت لي فيديو. وانا غادي نوريك انا جايه عندك تركيا، رانا جايه عندها تركيا وضروري راه عرضات عليا عندها تماك. عندها واحد السيده خدامه عندها فنة سميتها فاطمه، بغيت نبلغ لها تحيه. وراكي ترشيه. قلت لها كنحماق عليك، شكرا، انا كنموت عليكم. وسال الحمد لله ملي واصله كاع القلوبه ديالكم. وانا شبعت فيها بالخير، كل الخير، فهمتوني؟ كنحماق عليا، وانسانه ظريفه صراحه، رجاليه زعما، انسانه كوراجو، كتردم على الوقت، وعلاش لا نتعرفوا عليها ونشوفوها كي دايره. والله العظيم جيا عرفتي رجليا ما قاداش نحطو. كنحماق عليكم، وكيما ديما كنتسناكم لي لايك لي كومونتير، لايك كاع الناس اللي كيتفرجوا فيا. وانا شحال الساعه دابا؟ دابا 5 ديال العشيه، باقا ما صبت حتى شي حاجه. يلاه جيت، راه نتوما جيت، راه جيت عيانه، راه شوفوا الشعر كي داير. وانا وجدت الباليزه، راه ما بقى لي سيمانه عندي هاد السيمانه الجايه جودي عندي هذا سميتو لي تيست ديال كورونا. واخا حنايا مديرين لي باكسان ديال كورونا، انا راه درت لي باكسان ديال كورونا، ولكن باقي ما كاينش هذاك لاكارت ديال هذاك الباسابورت ديال كوفيد، باقي ما كاينش. دونك ما يمكنش ليا، خاصني ضروري ندير تيست ديال كوفيد. وانا البنيات الغزالات ديالي، ما تنساوش، وراه عندي بري مميز لعمليه التجميل. غادي تشوفوني غادي ندير حتى انايا عمليه تجميل، غادي نديرها، غادي نركز على اجمل سنيناتي، غادي ندير ديال سنيناتي وشي حاجه اخرى، خلي عليكم مفاجاه باش تتبعوني خطوه ملي ننزل مع الكيب ديالي. غادي تشوفوا البيرو اللي عطاوني، غادي تشوفوا كل شيء البيرو، غادي تشوفوني بالتوني علاش خدمه فرك، ماشي كندير لهم كولابوراسيون ولا شي حاجه، سينو غادي نخدم معاهم في لا كلينيك. حاجه اخرى بغيت نخبركم، الغزالات ديالي باش تفرحوا ليا، فرحوا لي عافاكم، وكتبوا لي كومونتير زوين وبارطاجيو لي فيديو. الحمد لله غادي نبدا، بديت في الدراسه، الدكتور هضر معايا قال لي ساره انت موهبه، انت عندك، علاش ما تعطيش هذا المجال؟ هي هذيك البني وتات الغزالات ديالي والغزالين ديالي، غادي تفرحوا ليا. انا دخلت عاوتاني ندرس، ولكن شنو غادي ندرس؟ غادي ندرس عمليه تجميل يا البنات، غنولي ندير لكم بوتوكس وفيلر وتكساس، نطلعوا الحواجب. انا بديت دابا كندرس هذا الشيء، غادي تشوفوني غادي ندخل عاوتاني ليكول وهذا الشيء، وغادي يكون عندي لي البراكتيك، غادي يصور لي الدكتور اكرم، تحيه ليك يا دكتور. وصافي يا ربي يعجبكم، وزعما كاين تماك الجوله اللي غادي ندير ليكم، غادي نكون في لا كلينيك كل خطوه، غادي نقول ليكم اشنو خاص باش دير هاد العمليه، شنو هي احسن عمليه لكل واحد وعمليته بوحدو، كما انا كنقول ليكم الحبيبات ديالي. وبغيتكم تفرحوا ليا، غادي نكون مع الزينه ديالنا طالوني، علاش لا اختي، علاش ما يكونش اصدقاء انا وطالوني، ما انا غادي نكون خدامه تماك. وبغيتكم تفرحوا ليا الغزالين ديالي والغزالات ديالي، بغيتكم تشجعوني بلي لايك بلي بارتاج
بكل شيء، راني الله كنتهز، رانا كنت والو، رانا في الارض، يلاه كنزيدو نتوقفوا. وما تنساوش اي واحد باغي يتصل بيا على قبل لي برومو اللي عندي ديال العمليه تجميل، مرحبا والف مرحبا. شكون بحالي انا يا صرصوره اللي تقابلكم في البلوك، كل شيء عندي لو بري، واللي يجي معايا نهار 15 في شهر 15 انا نبقى والو غادي يحصل على كادو ديالي مميز مميز مميز. غادي تشوفوا ليكيب اللي جاي معايا، وغادي تشوفوا ليكيب اللي انا خدامه معاه، وغادي تشوفوا لي كوليك ديالي ديال الخدمه، منهم دكتور اكرم، منهم دكتور اسامه، منهم زهير، مع انسان اللي كنهضر معاه بزاف بزاف، واحد من لي تكنيك معايا اللي ديما حاضرني وحاضر كاع لي كليون ديالي. لي كليون ديالي ان شاء الله اللي يكونوا يحصلوا على الجمال اللي هما باغين، على تقنيات جديده غادي نوريها لكم في لا كلينيك، وانا الواياج رانا كنبريباري، يلاه كنقاد في الباليزر، غادي نوريكم الباليزر شنو فيها وشنو ديت وشنو خاصي ديو الناس اللي غادي يديروا عمليه. اول حاجه ما تنساش باراسيتامول، علاش في تركيا الدواء ديال باراسيتامول عنده خفيف، الكونتينيزو ديالو خفيف، ما عندناش قوي هنايا بحال في اسبانيا. باراسيتامول هي حاجه ديال الحريق، مزيان انتي فلاماتوار، حتى هو ديو معاكم الناس اللي غادي يديروا عمليه. واش غادي نقول لكم الحبيبات ديالي، شجعوني وبارطاجيوني كما العاده، وهي واحد باغي ياخذ لافيرتا اللي كاينه وياخذ هاد لا برومو اللي كاينه، اللي انا فرحانه بزاف والله ما عرفتوش شحال فرحانه انا. باش تكونوا ان شاء الله على حسب ظنكم، اتصلوا بيا ونعطيكم كلشي لانفورماسيون، نعطيكم كلشي اللي خاصكم. وبغيت واحد الرساله صراحه، راه شفت هادشي اللي طار في السوشيال ميديا، عافاكم ماشي علاش البقره طاحت تبقاو تبيكيو فيها، انا ماشي ضد من ندى حسي، انا بنت لي سي مراهقة، سوشيال ميديا راه كيغر بزاف الناس، اليوتيوب راه عالم خور، فهمتيني، يوتيوب عالم خور، الناس لي عندهم لا بيرسوناليتي ديالهم قوية، هما لي ما كيديروش فيه، ما كيمثلوش، نكونو عاديين، مشاكين، فايقين، كاينة، ما كايناش، علاش كيقول لك الدوام ديال الكذاب عمرو قصير، يما اللي كيقول الصح كيحفرها بشويه، انا بادي بشويه، وبغيتو مازال نتوما تشجعوني، والله ديما خلاق وما تبقاوش تنتقدوا، انا بقات فيا في الاخر، بقات فيا برك كلشي تخلاو عليها وبقات هي، وهي كانت عفويه في الكلام ديالها، قالت تحمر الشعب، غادي تكون 100% بدون قصد، برك ملي قالت هذاك الفيديو داك دارتو بدون شتي، كل ما كان فيها شي حاجه خايبه ماشي غادي دير فيديو غادي تنزلو، سينو غادي تشوف وتشوف هذاك الشيء اللي قال، والله ديما خلق. وشجعوني وفرحوا معايا انا وصوفيا طالوني في الفيديو الماجي ان شاء الله.